صباح الفل على كل حبايبنا الاهلاويه، معاكم احمد عصام من ملعبنا الاهلي والسلام، وحلقه جديده من برنامج يلا يا اهلي. ماتش النهارده ان شاء الله هيكون قدام طنطا الساعه 8 بالليل على ملعبنا هنا، وبنفكركم بالاستوديو التحليلي قبل المباراه هيكون بساعتين ان شاء الله مع كابتن ايمن شوقي وضيوف الاستوديو. فريقنا بيدخل ماتش النهارده وهو متصدر برصيد 76 نقطه، حسم بيهم الدوري خلاص من بدري، وطنطا في المركز الاخير برصيد 20 نقطه. يلا بينا. ماتش النهارده ان شاء الله قدام طنطا هيكون فرصه بقى لفرقتنا ان احنا نجرب فيها حاجات كتير، لان الماتش بيعتبر الحقيقه كانه مباراه وديه. فرقه طنطا بتحتل المركز الاخير في جدول الدوري برصيد 20 نقطه بعد ما حققوا كل الارقام السلبيه. اقل فرقه حققت انتصارات، اكتر فرقه خسرت، اكتر فرقه تعادلت، اكتر فرقه دخل فيها جوال، اقل فرقه قدرت تحافظ على نظافه شباكها. دي طبعا الحقيقه فرصه لفرقتنا ان تعتبر الماتش كانه مباراه وديه. فريق طنطا النهارده بيقودها كابتن رضا عبد العال بعد ما لعب الماتش اللي فات قدام الزمالك وخسر 3-1، رغم التصريحات الكبيره اللي كان بيقولها قبل الماتش ان هو هيعمل مباراه كبيره والكلام ده كله، لكن الحقيقه ما شفناش اي حاجه وخسر بنتيجه 3-1، صعبت مهمه ان هي تستمر في الدوري في الموسم الجديد. كابتن رضا واحد من اهم لعيبه الكره المصريه. رضا عبد العال طبعا لو نفتكر في سنه 93 لما اتنقل من الزمالك للاهلي في صفقه قياسيه وقتها عدت ال 600,000 جنيه، ده طبعا كان مبلغ جبار يعني ساعتها. الحقيقه قلب الدنيا كابتن رضا وجه لعب في النادي الاهلي وكان بيقدم مستويات كبيره جدا وقدر ان هو يكسب 9 بطولات مع فريقنا. رضا عبد العال ما خدش تجارب تدريبيه كبيره قوي واكتفى بتجارب في الدرجه الثانيه ومع فرق مغموره، لكنه الحقيقه كان عنده اصرار ان هو يكمل ويخوض الحته دي. رضا عبد العال طبعا يعني اداؤه كله وتالقه بعد الاعتزال من الكوره كان موجود على اليوتيوب. كابتن رضا تخش على اليوتيوب واكتب رضا عبد العال بس هتلاقي كل حاجه بتكسر الدنيا. نروح بقى لفرقتنا اللي بتدخل ماتش النهارده باريحيه كبيره جدا. شفنا الماتش اللي فات قدام اف سي مصر كسبنا 3-0 وقدمنا اداء قوي، وكمان اطمنا على بعض اللعيبه اللي كانت غايبه فتره طويله زي حسين الشحات وكهربا كمان اللي بدا اساسي، ده غير ابو خالد الله يبارك له اللي قدم مباراه كبيره وسجل هدف تقريبا من نص الملعب، وبنقول له الحمد لله على السلامه ابو خالد. طبعا الفتره اللي فاتت اهم ميزه في الفرقه كانت محمد الشناوي. الحقيقه محمد الشناوي بيقدم اداء رهيب مع الفرقه ما شاء الله، يعني نمسك الخشب ما بنحسدوش ولا حاجه، ربنا يبارك لنا فيه. الشناوي في الفتره الاخيره بيعمل يعني اداء ثابت الحمد لله، هو اكتر عنصر ثابت في النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت. الشناوي تصدى لركله جزاء في الماتش الاخير قدام اف سي مصر، ودي الركله الثانيه اللي بيتصدى ليها في اخر 3 ماتشات. الشناوي كان تصدى لواحده قبل كده في ماتش الاتحاد، وكمان قدام اف سي مصر شال واحده، رغم ان كان في كلام قبل كده ان الشناوي نقطه ضعفه وهي ضربات الجزاء، والحقيقه واضح الشغل الكبير جدا اللي معمول مع الشناوي وخلاه وصل للمستوى الرهيب ده. من وجهه نظري شايف اهم مميزات الفتره دي هو كثره اللعيبه الجاهزه. شفنا مثلا في الماتش اللي فات محمود وحيد بيلعب مكان علي معلول اللي باذل مجهود رهيب جدا طول الموسم وما كانش عنده فرصه يريح، وقدر يريح الماتش اللي فات ومحمود وحيد ادى بشكل قوي. كمان شفنا محمد فخري اللي نزل وكان باين عليه ان هو لعيب عنده كوره حلوه وعنده ثقه في نفسه وبيقف على الكوره وما بيخافش، ده تاني لعيب صغير يشارك الموسم ده بعد ما العربي بدري شارك قدام المصري لو تفتكروا في المباراه اللي انتهت ب 2-0. كمان عندنا فرصه بقى الفتره اللي جايه نشوف تجارب جديده، هل ممكن نشوف مصطفى شوبير او شكري نجيب بيشاركوا مع الفرقه في الفتره اللي جايه؟ خلينا نشوف. حقيقة مستر فايلر في الفترة اللي فاتت تحول لمحور حديث الكون، كل الناس بتتكلم مستر فايلر قاعد، لا ده هيمشي، لا ده قاعد، لا ده هيمشي، طب وهنعمل ايه عندنا بطولة افريقيا؟ يا جماعة ده خالص، ده النادي الاهلي، النادي الاهلي ما بيقفش على حد، النادي الاهلي ممكن يلعب بتيشيرت لوحده وده اللي تم اثباته عبر التاريخ، سواء مستر فايلر مكمل معانا او مش مكمل احنا بنتمنى له التوفيق في الحالتين، بس ده النادي الاهلي يا جماعه ما تقلقوش، اهم حاجه بس هو الدعم، احنا كلنا في ظهر النادي الاهلي وبنتمنى له التوفيق ويكون بطل الثلاثيه السنه دي، ويلا يا اهلي.